نعم أخي الصبري، حدث مساء يوم أمس عند الساعة 8:33 دقيقة زلزال، سجل هذا الزلزال في بحث قوته 4.7 على مقياس ريختر، وعلى بعد 100 ألو باشا، لم يوجد فيه أضرار من آثار كآثار لهذا الزلزال. الأمر الآخر، استمرت الأمطار تهطل بشكل متقطع ما بين الخبيثة والمتوسطة على الخبيث، تقطع خلال اليومين الماضيين بلغت 118 ملم، كما أطلت أمطار خفيفة صباح يوم هذا على أجزاء من مدينة عدن. جعل الله تعالى أمطار خير وسقيا بركة، وظلت الأجواء الباردة وشديدة البرودة تؤثر على أجزاء واسعة من محافظات بلادنا والصحاري والهضاب الداخلية. ولو انها كانت فجر يوم هذا وللحمد ولله الحمد في اقل حده من الايام القليله الماضيه، الا ان الصقيع والضريب قد اثر على بعض المزروعات، حيث كثفت مع الاسف الشديد مزارع البطاط ولاول مره في منطقه حليف مديريه مكيلاس محافظه البيضاء، كما اثر الصقيع على مديريات دمت وضبن والشعيب في الضالع وخولان القيام محافظه صنعاء ورياشيه وقيفه وفي مديريه الاداء محافظه البيضاء. كذلك الصقيع اثر على غرب البوف واقزاء من قاع قهران وغرب دمار وشمال اب وغرب البوف، وكما اكدنا خلال الحلقتين الماضيتين بان الاجواء سوف تدفع قليلا خلال الايام القليله المقبله، لكنها ستبقى البارده اذا تجد البروده والاكثر بروده قرب نهايه هذا الشهر الحالي وبدايه يناير القادم. وبالتالي علينا وعلى الاخوه المواطنين والمدارين الاستمرار في اخذ الحذر من ذلك.